بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية حبايب، صباح الخير. اليوم راح نستكمل حل ورقة العمل اللي نزلناها امبارح. بس بقول لك ما في صوت ولا شو؟ من عندي ما خير. اعمل ريفرش عندك للنت بس نفضحها. بس خليك معي. وصلنا امبارح السؤال فرع ثلاث اللي هو في الأولويات العمليات الحسابية. تعال نطلع أولويات العمليات الحسابية. أول واحدة إيش بيقول لي السؤال؟ 12 ناقص 3 تربيع 12 ناقص 3 تربيع، سكر القوس، ضرب 2 تربيع ضرب 4 في 5. ضرب 4 هون ناقص 4 ضرب 5. خليك معي هون راح نعمل اولويات عمليات حسابيه. تعال، في اقواس، في اقواس، عندي قوسين، بينما انا عندي القوس اللي هون على اليسار. بنبلش من اليسار. اول شيء بدي اعمل، قلنا العمليات اللي داخل الاقواس، هل موجود اقواس صغيره ولا ما في؟ هل في اسس؟ طبعا في اسس. يلا بلش لي بالاسس. 12 ناقص 3 تربيع 9 ضرب اي 2 تربيع ناقص 4 ضرب 5. يلا 12 ناقص 9 3 ضرب اي قوس 2 تربيع ناقص 4 ضرب 5. مظبوط؟ طيب هي 3 ضرب هي عندي هون قوس 2، قوس 2 فيش فيها اقواس صغيره، معناته اسس. يلا 2 تربيع 4 ناقص 4 ضرب 5. يلا هسه وين داخل القوس؟ ان الطرح ولا الضرب؟ طبعا الضرب، معناته 3 ضرب 4 ناقص 4 ضرب 25. لسه ما خلصت من القوس. عندي 3 عندي القوس 4 ناقص 20 سالب 16، 3 ضرب سالب 16 راح يطلع عندي سالب 48. حبايبي حدا طلع معاه سالب 48؟ اللي حضر امبارح ورقة العمل خلص 100%. طيب خليك معي. إذا بيقول لي الرابعة رقم أربعة بيقول لي 2 زائد 1 ضرب 3 تربيع قسمة كاملة 4 ناقص 3. تعال هون خليك معي. مين؟ أحمد نضال طلعت 11. تعال شوف أحمد، هاي خلينا نحولها إلى مسألة زي هيك. تعال كيف؟ يعني هاي 2 زائد 1 ضرب 3 تربيع، تعال حطها في القوس، مظبوط ولا لا؟ تقسيم عندي 4 ناقص 3. أربعة ناقص تعالوا يلا، هاي عندي القوس اللي هون، في أقواس صغيرة ولا ما في؟ عندي أسس. يلا 2 زائد 1 ضرب 3 تربيع 9 تقسيم 4 ناقص 3. يلا القوس لسه عندي 1 ضرب 9 9، معناته 2 زائد 9 تقسيم 4 ناقص 3. يلا 2 زائد 9 11 تقسيم 4 ناقص 3. عندي قوس ولا قسمه؟ طبعا مين؟ طبعا القوس. عندي 11 تقسيم 4 ناقص 3 1، 11 تقسيم 1 راح يعطيني 11. برافو عليك يا احمد نبار. لا ليش 27 يا موسى؟ 11 واضح يا حبايبي؟
حدا عنده سؤال هون في الأولويات لميت حسابية؟ حدا عنده سؤال؟ طيب أوكي، خلينا نشوف السؤال اللي بعده. طبعا الكل معي ورقة البي دي اف، هي السؤال اللي بعده، السؤال السادس. تعال السؤال السادس. السؤال السادس بيقول لي، خليك معي، اثبت ان طلع شو بيقول لي. اول واحدة اذا بيقول لي 20 تقسيم، فتح لي قوس كبير بعدين قوس صغير، قال لي 11 ناقص 3 تربيع، تمام؟ بعدين بيقول لي ضرب 2، سكر القوس، بعدين قال لي بدي اياها تساوي 5. تعال نشوف الثاني. الثاني بيقول لي 40 تقسيم 11 زائد 3 تربيع ضرب 2، قال لي بدي اياها تساوي 4. يا اخوان شباب، هون معطيك اياها 1، هي 4 في ورقة العمل، 1 هي 4. تعال نشوف. اول شيء كون الطلاب، خليك معي، حاليا بخاف من كلمة اثبت او بين ان. طلع علي، تعال ناخذ الموضوع بسلاسة. طلع علي، لما بيجي بيقول لي اثبت، يعني انا عندي طرفين، لازم الطرف اللي فعليا فيها المسائل اثبتها. مثلا هون الطرف اليسار اللي فيها المسألة والطرف اليمين فيها عدد. طلع كيف هذا اللي بشوفه بقول لك من كلمة اثبت تصير معها اتجاه جدنا. خليك معي، طلع علي، كلمة اثبت لما بيجي بقول انا عندي طرفين، الطرف اللي هون 5 والطرف اليسار، هي عبارة عن ايش؟ الطرف اليسار عبارة عن مسألة. دائما روح بلش في الطرف اليسار، مش طبعا مش الطرف اليسار، هون انا عندي روح ابلش الطرف اليسار حسب المسألة. إذا كان عندي الطرف اليمين فيها مسائل والطرف اليسار اللي هي العدد، لا معناته بدي ابلش من وين؟ الطرف اليمين. ولكن هون الطرف اليسار، طب هذا بذكرك على أي درس هذا؟ سؤال بيطرح نفسه، هذا أي درس؟ يلا هذا اي درس؟ اولويات، يا سلام عليك يا غيث، هذا اولويات. معناته انا بدي ابلش في الطرف اليسار، رجت الدماغ هاي من كلمه اثبت سيب لي منها. طلع علي كيف؟ هاي الطرف اليسار، تعال نبلش اولويات. بدنا نقول يعني شو معنى اثبت؟ اثبت معناه هل هون بالسؤال الطرف اليسار يساوي اليمين؟ هيك معنى، هيك معنى اثبت. تعال ناخذ اولويات. يلا عندي اقواس 20 تقسيم، هاي قوس كبير، القوس الصغير هاي 11 ناقص، في عندي اولويات، هاي 11 ناقص 3 تربيع 9 ضرب 2. هل هاي طلع كلمة هي هل يساوي 5؟ علاقة السؤال على المساواة بعد ما تبلش العملية، هل بما معناه هل يساوي هذا 5؟ هيك معناه. تعال لسه ما خلصتش، هاي 20 تقسيم قوس صغير 11 ناقص 9 هاي 2 ضرب كم؟ ضرب 2. هل يساوي 5؟ هيك معناها. يلا 20 تقسيم اقواس 2 ضرب 2 4، هل يساوي 5؟ ننظر حالة في كل خطوة، نسأل حالنا هل يساوي هذا 5؟ تعال 20 تقسيم 4، 5 يساوي 5، وهو المطلوب، وهو المطلوب. أثبتته ولا ما أثبتته؟ سمير أثبتته ولا ما أثبتها؟ مظبوط ولا لا؟ واضحة يا حبايبي؟ واضحة. أثبت كيف أتعامل معاه في السؤال؟
مس ايش هال زيت شو يوسف شو ايش بقول استاذ يكتب ايش طبعا اكتب اثبت طبعا خليك معي طيب تعال على الثاني بيجي بيقول لي هل الطرف اليمين عفوا الطرف اليسار هل بيساوي أربعة؟ تعال أولويات هاي أولويات أولويات كيف ما في صوت ولا صورة؟ معقول ما في صوت ولا صورة؟ اعمل ريفرش عندك خليك معي شباب في صوت خلص 100% معناته اللي عندك ما في صوت ولا صورة شيك عندك عندك يا حبيبي تعال هون هون بيقول لي هل الطرف اليسار بيساوي أربعة أولويات يعني بطل يعني قلعنا من الأولويات خلص تعال يلا هاي 40 تقسيم عندي قوس صغير وقوس كبير 11 عندي أسس هاي قوس 11 زائد 3 تربيع 9 ضرب 2 هاي قوس صغير وهاي هون سكرته هل يساوي 4 يلا 40 تقسيم القوس الصغير 11 زائد 9 هي 20 مظبوط ضرب 2 صح هل يساوي 4 مشيت 20 40 تقسيم عندي القوس هل يساوي 4 شو رايك 40 تقسيم 40 1 لا يساوي 4 معناته انا اثبتت انه فعليا لا يساوي 4 في الاصل انا كنت حاطك 1 بس ولكن طلع عليك هي في الاصل 1 يعني 1 يساوي 1 اوكي ولكن احيانا في الاسئله في الكتاب او مثلا في بعض الاسئله بيجي بقول لك هل انه هاي الجمله صحيحه؟ يعني هل هاي يساوي هاي؟ فانت بتشوف بناء على حل والله 1 لا تساوي 4 اذا معناته غير صحيحه فبالتالي بس انا جبتها بطريقه مختلفه قلت لك اثبت فيها اذا ساوت 1 اوكي اذا ساوت 4 اوكي ما ساوت معناته هي جمله خاطئه فبالتالي هي اثباتها لا واضح حبايبي؟ حدا عنده سؤال؟ اوعى تتخوف من سؤال اثبت اوعى هي بقول لك واضح كله؟ يعني انت قل السؤال بعده يلا خليك معي طبعا اتوقع ان الكل معه ورقة العمل صح؟ لايق نرفع لك اياها تعال لي هون يلا حبايب كيف مش معك يا زيد؟ زيد بعثنا على الجروب امبارح كيف مش معك؟ طب وين كاينين انتوا يعني اللي بتقول لي مش معك؟ كيف مش معك؟ امبارح بعثنا على الجروب قبل الحصة صح ولا لا يا حبايب؟ اللي معاه ورقة العمل واللي منزل يعني امبارح تواصلوا معي طلاب كثير بعثوا لي كامل الحل مظبوط ولا لا؟ علي راغب منهم وغيث منهم وفي اسماء كثير منهم كلهم بعثوا لي تكملة الحل صحصح معي يعني مش معقول اجي على الدار اعطيك ورقة العمل يعني خليك معي السؤال السابع السؤال السابع بقول لي على جروب هاي النانا بعثنا امبارح على جروب البنات برضه السؤال السابع بقول لي اكتب المقدار الجبري الذي يمثل كل مما يلي تعال العدد 25 مضاف اليه مثلا عدد هل انت بتعرف كل العدد والله ما بعرفه ما بعرفه روح افرضه اكس طيب لما بيجي بقول لي طلع
افرضوا اكس العدد 25 مضاف اليه يعني زائد صح؟ معناته تعال نشوف هي معناته 25 زائد مثلا رجعنا لورقة العمل مثلا يعني اثنين عدد انت مش عارف قيمته يعني اكس معناته 25 زائد 2 اكس فيها صعوبة؟ وطبعا بصير تقول 2 اكس زائد 25 عملية الجمع عملية تبديلية واضح؟ لا مين سميرة لا طيب اوكي تعال شوف الثاني الثاني بالله عليك ركز معي ركز معي شوي طلع مثلث متطابق الضلعين يعني في عندي ضلعين نوع المثلث متطابق الضلعين ضلعين يعني هو بسموه متساوي الساقين تمام طول كل من الضلعين اكس تعال ها احنا واحد جماعه والله ما احنا ادبي والله نفهم قد بلد ها هي لا بدنا نجيب تعال لنفترض انه هذا المثلث متطابق الضلعين يعني متساويات اجى بيقول لي تعال نشوف شو قال لي في السؤال تعال اجا بيقول لي طول كل من الضلعين اكس يعني الضلعين اللي حكي عنه هنا اكس وهون اكس قال لي طول الضلع الثالث 12 سنتي يعني هو متساوي الساقين وليس متساوي الاضلاع هذا اللي هون 12 سنتي اجا قال لك بدي محيط المثلث قسما بالله عدنا معلومه محيط المثلث 800 مليون مره قلنا محيط المثلث 12 زائد 2x يا سلام عليك يا سميرة 12 زائد يا سلام عليك شياب لا شو بيعمل تعال 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 دقيقة دقيقة والله شياب بدي اعمل لك قلب حب بعد اللي شفته لا ما بدي اعمل لك القاعدة زائد الارتفاع ولا ضرب هاي شياب شياب ما فيش داعي لهذا الحكي كله تعال اذا قال لي بدك محيطه دائما محيط اي شكل مجموع اطوار اضلاعه زائد خلص طيب هيك حكي علي طلع علي طول محيط اي شكل اجمع اضلاعه انا عندي مثلث يعني محيط المثلث شو بقول لي مجموع اطوال اضلاعه مش هيك تعال محيط مربع محيط اطوال اضلاع مجموع اطوال اضلاع تعال صح؟ يعني جمع يا سلام عليك يا عمر الضايع تعال هون اكس وهون زائد اكس وزائد 12 يلا حدود متشابهه اكس زائد اكس 2 اكس زائد كم؟ زائد 12 راح يطلع عندي 2 اكس زائد واضحه؟ والله حبايبي ما فيش صعب باذن واحد احد والله الله خليك تطلع من الرياضيات وانت فاهم وفهم وتصير تحب ماده الرياضيات توكل على الله معي بس خليك ركز معي سهل والله بعرف يا سمير المستاذ في غيرك مستصعب استاذ ممكن اعيد ممكن اعيد ايش ابشر مين دارين طيب تعال يا دارين هاي دارين بقول لي مثلث حلو قال لي متساوي الضلعين يعني فقط في ضلعين متساوي او بمعنى اخر اسمه متساوي الساقين هاي هون هاي الساقين متساوي وطول الضلع الثالث يا دارين بقول لي 12 سم اجى قال لي بدي محيط المثلث محيط المثلث او محيط اي شكل هندسي في الرياضيات يعني كلمه تعني كلمه مجموع مجموع ايش؟ مجموع اطوال اضلاعه تعال هاي ضلع وهي ضلعين وهي ثلاث مظبوط ولا لا؟ طيب تعال نجمع هاي ضلع اكس زائد اكس الثانيه زائد كم 12؟
هذول حدود متشابهه صح يا دارين؟ اكس زائد اكس حدود متشابهه زي ما اخذنا جمع الحدود المقادير الجبريه. كيف؟ اكس زائد اكس متشابهات في نفس الدوره في نفس المتغير، اجمع 1 زائد 1 يساوي 2 في نفس المتغير طلعت من اكس. واضحه يا دارين؟ واضحه يا دارين؟ الله يسلمه ويسلم ايديك، خليك معي. يلا. تعال شوف السؤال اللي بعده. شو بيقول السؤال اللي بعده؟ تعال على سؤال 8. سؤال 8 بيقول لي جد كل من المقادير الآتية عند القيم المعطى. تعال. 6 ميم تربيع، أول واحد بيقول لي 6 ميم تربيع زائد 8 ناقص ام، اجي قال لي قيمة ام بتساوي 2. اسألك بالله معك دقيقة تحل لي اياها. بعرف اللي طلع معاه 18 واللي طلع معاه 15، خلي مجال لغيرك يحل. عيد اقول لك عيد حلك مرة ثانية وتأكد. يلا يلا اللي طلع 18 راحت عليه. ينصر دينك يا احمد نضال. ينصر دينك يا احمد نضال. ينصر دينك يا سميره. خليك يا ابو 18 يلا. محمد موسى الشيعي يا سلام عليك. دائما لا تستعجل، مشان دينك لا تستعجل. هسه بقول لك ليش طلع معاه 18. انا بقول لك ليش. مالك ولا ملك؟ مالك. 30 يا سلام عليك. امجد برافو عليك. محمود وعادل الشعلان اوكي ممتاز. تعال ابو 30 والله ابو 18 جماعه 30 ودي. تعال قيمه عدديه. شو معنى قيمه عدديه؟ حكينا القيمه العدديه تعويض قيمه المتغير في المتغير نفسه. تعال 6 ضرب ام تربيع اللي هي 2 تربيع زائد 8 ناقص ام، عفوا 8 ناقص 2. صح؟ هاي يلا اولويات اقواس، هاي الاقواس 6 ضرب 2 تربيع زائد 8 ناقص 2 6. اللي طلع معه 18 ما ربع، راح قال 6 ضرب 2 12، 12 زائد 6 طلع معاه 18، طب تعال الربع قديش يطلع معانا؟ يلا 6 ضرب 2 تربيع 4 زائد 6، شفت يا ابو 18 24 زائد 6 راح يطلع عندي 30. واضح؟ واضح يا حبيبي؟ واضح كيف طلع 30؟ مين اللي مش كثير فاهم؟ مين هذا مش اسمه ايش؟ ايمن ولا ادم؟ ايش يا ادم اللي مش فاهمه؟ ايش اللي مش فاهمه؟ يعني احيانا المساله هاي محمود انت مش عارف، انت بتشيت وبتدافع عن الناس وبتجاوب عنهم. أنا سألت آدم خلاص أنت فاهم وقف. المسألة خليك معي طلع هيو. هاي عندي قيمة عددية. قيمة عددية. حكينا معلومة في القيمة العددية إنه أنا هاي المتغير قيمته معطيني إياها 2. هاي وين ما بشوف حرف الأم بدي أعوض فيها 2. هاي بدي أحط 2 وهون بدي أحط 2 تربيع. بس. بعدين بصير عندي درس اولويات. بعدين بصير عندي درس اولويات. وين اللي فيه سالب؟
وين اللي في سالة؟ ثمانية ناقص أم؟ وين بدي أحط اثنين؟ وين اللي في سالة؟ اللي بعده تعال نشوف الثاني. الثاني بقول لي 5 ان ناقص 9 لكل تربيع تقسيم 8 ناقص ان. خليك معي. ما شاء الله طالعين الجواب سالب 4. خليك معي. ثاني اجا بقول لي 5 ان ناقص 9 لكل تربيع، ذكرونا الرب عشان ما ننساهاش زي امبارح، تقسيم 8 ناقص ام. اجا بقول لي قيمه ان بتساوي 3 وقيمه ام بتساوي سالب 1. تعال يلا يلا قيمه عدديه يلا خليك معي. استاذ انت بتفتح الراس الواحد وبتحط الاجوبه. خليك معي يلا تعال نعوض. يلا 5 ضرب ان قيمتها 3 ناقص 9. يلا بس انا بدي اعوض القيم هاي في متغيرات. تقسيم 8 ناقص وعندي ام سالب 1 ناقص 1. يلا اولويات اقواس، هي عندي القوس الاول. شو عندي؟ عمليه الضرب بتساوي 5 ضرب 3 15 ناقص 9 لكل تربيع تقسيم، هون راح تكون 8، طبعا هاي ناقص ناقص بتصير زائد. مش هيك في الصف السادس؟ اذا كان عندي 8 ناقص ناقص اجمعهم راح يصير عندي اشاره زائد. يلا لسه ما خلصنا من الاقوات. اللي داخل القوس 15 ناقص 6، 15 ناقص 9 6 تربيع تقسيم 8 زائد 1. يلا عندي قوس 6 تربيع تقسيم 8 زائد 1 9 وتساوي 6 تربيع كم؟ 36 تقسيم 9 وبتساوي 4. يا سلام عليك 100%. واضحة؟ واضحة حبايبي؟ طيب اللي مش فاهم ترجع بتعيد الحصه المسجله. كل واحد بيوقف عنده مش فاهم، مش فاهم. يعني نفس الفكره، احنا بس بنحل اكثر من مثال فقط لا غير. يعني تقييمي عددي. تعال حل لي الثالثه انت يلا. اجا بيقول لي 12 زائد دي تربيع تمام تقسيم دي ناقص 1. اجى قال لي دي قيمتها سالب 3. يلا سالب 17 ما شاء الله. خليك معي يلا بسرعه. مين هذا؟ أحمد محمود السعيد. سالب 18 سالب 8 من سردين. أحمد محمود سعيد خلينا نشوف هذول بس كيف تطلع معهم سالب 17. والله أغلب اللي بيطلع معاه سالب 17. مين هذا السالب 8 برضه؟ هو نفس أحمد محمود سعيد. ودانين جنين برضه سالب 8، محمد موسى الشياب سالب 8. خلص أول ثلاثة صح. بس أول ثلاثة صح والباقي تعالوا سالب 17 تعال. تنقل يا بتنقل نقل يا بتجربش، مش فاهم أنا. خليك معي، يلا تعال نعوض. هاي قوس 12 زائد دي تربيع يعني سالب 3 تربيع، سكر القوس.
تقسيم سالب 3 اي ناقص 1. يلا عندي قوس، عندي هون تربيع، معناته صارت 12 زائد سالب 3 تربيع 9. تقسيم سالب 3 ناقص 1. شفت؟ يلا قوس 12 زائد 9 21. تقسيم سالب 3 ناقص 1. يلا عندي طرح وعندي تقسيم، لا تقص تقسيم اولى لانه اولويه قبل. يلا 21 تقسيم سالب 3 سالب 7 ناقص 1. شو طلع عندي؟ ناقص 8. طلع علي محمد موسى واحمد اللي بسبع جيم احمد اسماعيل وجنين. قسما برب الكون انكم مبدعين، لانه اللي بيطلع معاه سالب 17 سالب 18 انت مستعجل، انت بدك تخلص اول واحد. لا ما بزبط. الثلاثه اللي ذكرتهم انا اشكركم من كل قلبي يعني فعليا. خليك معي وعلاء، انا هذول اللي شكرتهم انهم اول ناس فعليا برواق بحل رياضيات، بده رواق. واضحه؟ حدا عنده سؤال على القيمه العدديه؟ حد ضل عنده القيمة العددية؟ كله واضح؟ طيب ظلت الوحدة الرابعة الفرع الرابع حلو لحالك خلص، يعني أكثر من هيك عبث في القيمة العددية. طيب شوف السؤال اللي بعده، خلينا نشوف السؤال اللي بعده. تعال سؤال 9. سؤال 9 ايوه، عندي بسط كل مما يلي، معطيني اقواس بينهم جمع وبينهم طرح. طيب فعليا يعني انا هذا الدرس على ايه؟ جمع المقادير الجبريه والطريحه، مظبوط ولا لا؟ يلا تعال يوسف شو بيقول هون؟ حلنا الحلو؟ خلينا نحله. لا خليك معي، في اذا انت فاهم يوسف في غيرك مش متمكن، خلينا نخلي الكل يفهم يوصل الفكره في وقت العمل. اذا بقول لك بسط كل مما يلي، شو يعني بسط؟ يعني انا فعليا المقدار بيكون عندي كبير بدي احاول اخليه اكبر قدر ممكن يكون اقل شوي، يعني هاي بمعنى بسط. طيب تعال اول وحده، اذا بقول لي 9 اي ولا عفوا 9 بي زائد 2 بي تربيع ناقص 4 سكر القوس، بعدين بيجي يقول لي زائد 5 بي تربيع ناقص 6 بي. تعال هون على جمع المقادير الجبريه والطرح، تعال هلا هون بين القوسين عمليه ايش؟ عمليه جمع. هل بقدر ادخلها على القوس؟ لما بتكون طرح بدخلها، بتكون بسبب خاصيه التوزيع صح؟ هون جمع او طرح، جمع هون ما راح تاثر لانه خلاص القوس راح يظل، واللي موجب راح يظل موجب والسالب راح يظل سالب. بتختلف لما بتكون طرح. هسه راح ناخذ برضه كمان فرق العمل فيه طرح، انا عندي جمع معناته تعال نبسطها. تعال نشيل الاقواس بدون اقواس. 9 ب زائد 2 ب تربيع ناقص 4 زائد 5 ب تربيع ناقص 6 ب. مش هيك؟ طيب يلا خاصية تجميعية، خاصية تجميعية، شو يعني خاصية تجميعية؟ بدي اجمع حدود متشابهة مع بعضها البعض. تعال نشوف، هاي البي تربيع مع البي تربيع هذا متشابه، معناتها هذول بدي اجمعهم. طيب وعندي السالب 6 بي مع ال 9 بي عندي حلول متشابهه معناته مع بعض. يلا تعال. طب السالب 4 لا ما فيش شيء متشابه معها، هذا حد ثابت، في حد ثابت معه اجمع واطرحه لا معناته بنزل كما هو. يلا تعال نجمع حسب العمليه اللي بينهم. 9 بي ناقص 6 بي خلص حدود متشابهه،
قال له روح اجمع واطرح معاملات، معناته 9 ناقص 6 3 بي. تمام؟ تعال الثاني 2 بي تربيع زائد 5 بي تربيع متشابهات زائد 7 بي تربيع، يعني انا بجمع ايش معاملات 2 زائد 5 7 ونفس المتغير. طيب الحد الثابت اللي ضايل في شيء اجمع واطرحه معه؟ لا، نزله كما هو. طلع كيف صار من مقدار قد الاردن صار لمقدار صغير. واضحه؟ حلوا نفسهم؟ ما شاء الله عليكم. واضحه حبيبي؟ 100%؟ طيب هيك حبايبي بنوقف لهون، ان شاء الله بكره راح نخلص فعليا ورقه العمل كامله، ما راح ندقق على كل سؤال، فعليا وضحت كيف الفكره. ان شاء الله بكره راح نكمل. حدا عنده سؤال او استفسار؟ حبايبي حدا عنده سؤال او استفسار؟ كله 100%؟ يعني افهم من ذلك الوحده كلها خلاص اثبتت عندك يعني اللي اخذناه؟ خلاص يعطيك الف عافيه، تنسونيش من صالح دعواتكم، يعطيكم الف عافيه.